اليوم هو اليوم الثالث من عيد الأضحى المبارك، بتمنى تكون ساعتين خفيفة ومفيدة لكم، حرفقكم فيها أنا وأيها. مرحبا. مرحبا، مساء الخير لك المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير بثالث أيام عيد الأضحى المبارك. شو مواضيع اليوم؟ خلينا نشوف سوا. هربوا من التجنيد الإجباري لدى قصد فوقعوا ضحية الاعتقال على يد الشبيحة. الحواجز في حلب تعتقل الشباب وتقتل بعضهم داخل الفروع الأمنية، فما هي قصتهم؟ 3 و4 لاجئين في مدينة إيسن الألمانية من دون عمل، واندماج السوريين هناك يسير ببطء بحسب دراسة جديدة. مثل إبر المخدر وعلى خطى الأسد، قصد ترفع أسعار المحروقات تدريجياً، ونقص حاد في تأمين الغاز المنزلي للأهالي، فكيف حال الناس هناك؟ وعلى رأس ساعتنا الثانية، مثل إبر المخدر وعلى خطى الأسد، أو عفواً العيد للأطفال وهم لم يحرم أنفسهم من فرحته، لترافقهم كاميرا تلفزيون سوريا في جميع المناطق السورية وباقي دول اللجوء، لنتجول معهم في ساعتنا الثانية. تقوم الحواجز الأمنية التابعة لقوات النظام وميليشيا لواء الباقر باعتقال عدد من الشبان الهاربين من المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في مدينة حلب، وقد وصل عدد المعتقلين إلى نحو 132 مدنياً، العديد منهم لا يعرف ذويهم شيئاً عنهم، وتم الاتصال بهم فقط ليتسلموا جثث أبنائهم. نعم، صحيفة عنب بلدي نقلت شهادة لواد أحد الضحايا، قالوا بها أنه عرض على الفرع الأمني مبلغاً مادياً كبيراً للإفراج عن ابنه، لكن الفرع رفض الأمر وعاد ابنه إليه جثة هامدة. نتابع هذه القصة ونعود للنقاش. انسلموا من الاعتقال والتجنيد الذي تقوم به قوات سوريا الديمقراطية، فإنهم يقعون في يد عناصر قوات النظام والميليشيات الموالية لها. هم الشبان في مدينة حلب، وهي الاعتقالات العشوائية التي تطولهم عند الحواجز. سلسلة من الاعتقالات والمضايقات تقوم بها ميليشيا لواء الباقر المقربة من النظام بحق شبان مدنيين فروا من التجنيد الإجباري الذي تقوم به قسد في مدينة منبج، فضلا عن تعرضهم للاختفاء أو القتل تحت التعذيب في سجون النظام، إذ وصل عدد من اعتقل أثناء الدخول أو الخروج من مناطق الإدارة الذاتية إلى نحو 132 مدنيا، وفق ما نقله مصدر في المخابرات الجوية في المدينة لصحيفة عنب بلدي. كما أضاف المصدر أن كل من يخالف أوامر التضييق من العناصر يخضع للاعتقال أو السجن في الفروع الأمنية. شهادة نقلها والد أحد الشبان للصحيفة قال فيها إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من مشفى الجامعة في مدينة حلب يبلغه فيها بضرورة القدوم لتسلم جثة ابنه بعد وفاته تحت التعذيب في فرع الأمن السياسي. كما أضاف الوالد أن ابنه وحيد وغير مطلوب للجيش، وكان يعمل في مناطق سيطرة النظام، كما أنه قام بعرض ما يزيد عن 10 ملايين ليرة للفرع لإخراجه، لكن دون فائدة، ليعود الابن لوالده جثة هامدة.
يخضع كل من مناطق الأشرفية والسكن الشبابي والشيخ مقصود في مدينة حلب إلى سيطرة الإدارة الذاتية منذ عام 2013، في حين تسيطر قوات النظام وميليشياتها على بقية المناطق، ويقيم النظام حواجز عند بوابات المدن سخرها للتضييق على الشبان واعتقالهم والتنكيل بهم. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الصحفي هشام سكيف من غازي عنتاب. أهلا بك. يسعد مساك، كل عام بخير. كل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير يا رب. بداية، يعني ما أسباب اعتقال النظام لشبان هربوا أساسا من التجنيد الإجباري عند قسد؟ شو السبب؟ أسعد الله مساك وكل عام بخير لك وللمشاهدين الكرام. طبعا لدينا عدة أسباب تنظم هذه العملية التي تحصل. أهم هذه الأسباب أن لا دولة موجودة، هناك تفلت كامل، هناك كل فصيل أو كل ميليشيا بالأحرى فات على حسابها، يعني هي هذا أول عامل. العامل الثاني عندنا الصراعات العشائرية، وخاصة نحن شهدنا صراع حقيقي وجدي بالحسكة، في أحد مناطق الحسكة بين النظام وخاصة من اللواء الباقر واللي كان يتبع لإيران، وبالتالي عندنا صراعات عشائرية وصراعات بينية انتقامية لما حصل في مناطق الجزيرة السورية منذ حوالي أشهر، عندما اضطر النظام وميليشيات إيران لسحب عناصرها بعد حصار طويل بقامشلي، خاصة بمدينة قامشلي. إذن الأسباب الأخرى هي أحد أبواب التمول، يعني هذا الأمر أصبح باب من أبواب الابتزاز والتمول لدى هذه الميليشيات. الأمر الأهم والأخطر واللي هو عبيط أطل في رأسه من خلال تقارير عدة، هو بيع الأعضاء، تجارة الأعضاء اللي ظهرت في خلال الشهر الأخير. تقارير تفيد بأنه في جثث، إن كان عند قسد أو كان عند الميليشيات الإيرانية، كان عليها آثار اقتلاع بعض الأعضاء وخاصة القرنية، أو فقدان بعض الأعضاء مثل الكلى والقلب. إذن هناك عدة عوامل، لكن يجمع كل هذه العوامل خيط واحد أعتقد، وهي رسالة حقيقية لما قاله، يعني لا نعرف ماذا نوصفه، بشار الأسد في خطاب قسمي عن الدولة. أعتقد أن هذا الخيط الذي يربط كل هذه الحوادث هو أن لا دولة، هي مجموعة إذن ولا نظام، مجموعة من الميليشيات تفتح على حسابها، كل ميليشيا تفتح على حسابها وتسوي اللي بتعتقد أنه هو بيأمل لها مصالحة شخصية واستمرارات، لا أكثر منك. يعني مثل ما ذكرنا هناك شباب كرد وعرب يخرجون مناطق سيطرة قسد هربا من التجنيد الإجباري، وأيضا هناك أيضا موظفين لدى دوائر الحكومة، حكومة النظام، يخرجون من مناطق قسد باتجاه وظائفهم ويتم اعتقالهم. أيضا هناك شهود عيان في حلب يقولون هناك ليست يوميا تذهب إلى الأجهزة الأمنية يجب اعتقال هؤلاء الأشخاص، في حال لم ينفذ أعضاء الأجهزة الأمنية سوف يتم مساءتهم قانونيا وأيضا يتم اعتقالهم. من هم لواء الباقر حتى كل هالشيء العالم تخاف منهم وأيضا الأجهزة الأمنية؟ طبعا لواء الباقر هو لواء كان ولا زال يتبع لراغب البشير اللي هو كان احد قيادات المعارضه، ثم نقل البندقيه الى الكتف الثاني، تمول من ايران وهو ايراني بحت الان، تمويلا وتسليحا وولاء وقيادة. أعتقد أن المسألة بهذا الإطار أصبحت مفهومة. إيران وخاصة بهذه الحالة التي نشهدها، هي حالة فرز بالولاءات وفرز بمناطق السيطرة، إيران خرجت تقريبا من المولد بلا حمص سيطرة، فتحاول أن تشاغب وتطرح أجندتها. هذه القوائم التي تظهر هم لأناس إما لهم صلة مباشرة مع الروس، أو لهم صلة مباشرة أو غير مباشرة مع قطاعات خدمية أخرى بمناطق سيطرة المعارضة، كون هذه القطاعات هي بالنهاية قطاعات خدمية، مثل عندنا مثلا
مضخة المياه بعلوك مثلا على سبيل المثال للحصر، هي مضخة بالنهاية خدمية يعمل بها موظفون خدميون لا يمكن أن نصفهم لا تابعين للنظام ولا حتى تابعين للمعارضة، ولا يخدمون يقومون بخدمة هذه المنطقة ضمن سياق معين. إذن هذه القوائم تصدر بناء على الولاءات التي تصلهم بناء على حالة الغنى والفقر، يعني عشان يتم ابتزازهم يعني تقصد؟ بالضبط، بالحالة أنه كبش مهبر انتاح التعبير، أنا آسف لاستخدام هذا التعبير لكن هو الأقرب لتوصيف الحالة، هو أقرب للابتزاز، هو لديه أموال، لديه قدرة على الأموال. من هم لواء الباقر؟ يعني من يسمعنا الآن ويشاهدنا يريد أن يفهم ويعرف من هم لواء الباقر؟ هو لواء أسسه راغب البشير، أو يعني اللي كان مع المعارضة، اللي كان أحد قيادات المعارضة وانشق عن الائتلاف الوطني وخضع لإيران ثم لروسيا ثم عاد إلى إيران. هو ميليشيا الآن هو بكلية ميليشيا طائفية تحاول متواجد ما بين دير الزور إلى امتداد يعني ريف دير الزور الشمالي. هل له علاقة مع أحد العشائر مثل عشيرة البقارة؟ طبعا هو 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 زعيم عشيرة البقارة اللي هو الراغب البشير، هو يعني شيخ مشايخ البقارة، لكن النفس العشائري في هذا المنطلق هو خفيف. الأكبر هو الولاء الطائفي الذي أظهره هذا اللواء وهذا القيادي العشائري، اللي هو ولاء طائفي أكثر منه ولاء عشائري، لأن البقارة في منهم قسم كبير مع الثورة وموالون للثورة ورفضوا انشقاق شيخهم وقيادتهم عن 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 المعارضة عن الثورة والتحاقه بمركب ميليشيات الأسد وخاصة ميليشيات إيران. نعم أستاذ هشام، يعني مثل ما حصل مع الشاب أزاد عبدو، التعذيب حتى الموت، لماذا؟ يعني ما هي المعلومات التي يطلبها فرع الأمن العسكري أو السياسي أو غيره من هؤلاء الشبان؟ لماذا يعذبوهم بهذه الطريقة؟ شو ناطرين إنه يحصلوا من ورائهم؟ أم الموضوع هو له علاقة بقصد، هني على ارتباط مثلا بقصد أو شيء؟ يعني إذا ممكن نفهم هاي لا المسألة ليست، يعني أنا لا أفهم العلاقة بين قصد والنظام، هي علاقة عداوة وخاصة أن قيادات قصد تذهب إلى أوروبا عبر مطار دمشق ويحملون جوازات سفر سورية، وبالتالي ممكن يكون في تنسيق مثلا بين هذه الأفرع الأمنية وقصد أنه اعتقلوا نعم هرب. هذا وارد، هذا نعم وارد، لأنه العلاقة بين قصد والنظام ليست تلك العلاقة سيئة. التنافر أو العداء لا، بل هم على تنسيق كامل ونحن نعرف ونعلم ونتابع هذه العلاقة. نعم يجب أن نعلم ويعلم المشاهدين الكرام أن هناك عدة تيارات داخل قسد، هناك تيار يوالي الأمريكان بكليا بالمطلق يتزعمه مظلوم عبدي، هناك تيار الدار خليل الذي يقول بالرؤية الإيرانية الروسية، هناك تيار البيكيكي القيادات القنديلية التي هي فعليا هي التي تقود كل شيء، وقيادة مسد السياسية والإدارة الذاتية بحد ذاتها هي ما إلى وجود عملي، مجرد واجهة. القيادة الحقيقية بيد قيادات قنديل العراقيين والإيرانيين، وعلى هذه الخلفية ممكن نفهم بعض التنسيق بين لواء الباقر الذي يتبع إيرانيا ويتمول إيرانيا ويقوم باعتقال هؤلاء الشباب. نعم، وفصيل أو الميليشيات الإرهابية التابعة للبيكيكي، لكن ليست علاقة عداء ولا هي تنافر، لكن هناك تيارات وكما قلت هي تفتح لنفسها وعلى حسابها يموت تحت التعذيب لأنه مات لم يحتمل التعذيب. أما القصد الأساسي ليس الموت، هو القصد الأساسي أن يصوروا هذه المقاطع ويرسلوها لذوي المعتقلين للابتزاز، وهذا حدث أكثر من مرة. ثم يقولون أن هناك عصابات وهذه الأسطوانة، لكن يعني هناك مفارقة أن الأسد يصف قسد أنهم إرهابية وهناك تعاون يبدو من تحت الطاولة كما ذكرت أن العلاقة بينهم ليست سيئة.
ليس سيء، ليس من فوق من تحت الطاولة عزيزتي. الكل يعلم أن وفود قسد تخرج من دمشق بفيزا وجوازات سورية، وهناك بالأسماء استخراج الجوازات منذ أحدث جواز يحمله قيادة قسد تحديدا هو لم يمضي عليه حوالي 6 أشهر. كلنا تابعنا موضوع دراسة أولاد قيادات قسد في مدارس النظام ودراسة مناهج النظام. تراشق اتهامات فقط عبر الإعلام يعني. بالضبط، فيما يمنع قسد تمنع المدرسين والأهالي من تلقي التعليم بمناهج السورية بغض النظر لمن تتبع. هذه العلاقة ليست علاقة عداء، بل علاقة كلنا نعرف أن هذه القيادات أين ترعرعت، أين تربت، أين تدربت. كلنا نذكر يعني نحن لسنا لدينا ذاكرة سمك، يعني عبد الله أوجلان هو صنيعة مخابرات سورية وتدرب في البقاع في لبنان، وعندما نعم سيد هشام هدد الأتراك عام 98 باجتياح سوريا إذا لم تلموا أوجلان تم لو تحدثنا أيضا عن صلاحيات برعاية قسد المخابرات الأمريكية. نعم، لو تحدثنا أيضا عن صلاحيات قسد المناطق التي تسيطر عليها في حلب، ما هي صلاحيات قسد؟ صوتك ما عم يوصلنا بشكل جيد سيد هشام. أحضر وأستطيع أنها وقت مطلوب. بدي أعتذر منك سيد هشام، صوتك أبدا مش واضح. الصوت لبن أسمعه. تفضل سيد هشام، عم تسمعني؟ طيب بدي اعتذر منك، شكرا كثير على المعلومات اللي قدمتها لنا هشام السكيف، كنت معنا من غازي عنتاب. شكرا لك. تركيا. مشاهدينا فاصل ولا نعوده.